السلام عليكم ورحمة الله. علاج الإسهال وبعض الأمراض الشائعة عند طائر الكناري وطيور الزينة. أولاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مرض الإسهال يصيب الطيور من خلال عدة أسباب. أحد الأسباب البرد الزائد أو ارتفاع الحرارة بشكل مفاجئ. كسرة تناول الخضروات. قم بالعلاج بسلق معلقتين رز ومنحطهم بنصف لتر ماء ومنغليهم لمدة 10 دقائق للربع ساعة. منصفي المي ومنضعها للطائر لمدة يومين ثلاثة. ومنسلق حبة بطاطا صغيرة ومنقدم جزء منها بمأكلية إضافية. لتجنب الإسهال منخفف الخضروات والفواكه ومنقدمها لمدة يومين أو 3 أيام بالأسبوع فقط. الإمساك رح يواجه الطير صعوبة في إخراج البراز مع اهتزاز للأسفل. رح يلتصق البراز في مخرج الطائر. الأسباب نوعية البذور الرديئة وعدم التنوع بالبذور وقلة الخضار والفواكه. طريقة العلاج بإذن الله منقوم بوضع ورقة خس منحط عليها نقطتين زيت الزيتون ونقدمها للطائر ووضع خضروات بشكل عام. تخمرات يكون شكل البراز كما موضح في الصورة وسببه قلة الخضار والفواكه لدى الطائر. يكفي تقديم الخضار والفواكه 2 إلى 3 مرات في الأسبوع لتفادي جميع المشكلات إن شاء الله. تنويه عندما توضع الأنثى البيض وتقوم بالحضن يكون البراز كبير ومصاحب لقليل من الإسهالات. لا يوجد أي مرض لحالة طبيعية ولا يجب تقديم أي شيء في هذه الحالة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.